فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنائه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وعاد عمده قال مجاهد عموده خشبا وغيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج قال مجاهد وسقفه بالساج قال أبو داود القصة الجص. وفي هذا جواز تغيير المباني إذا كانت الحاجة ولو كان الذي بناها عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام بنى المسجد ومعه الصحابة وما قال من كان من الصحابة كعمر وعثمان مما غيروا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هذه حجارة وضعها النبي لا نزيلها وهذا شيء من عبدة النخل وضعه النبي لا نغيره بل يغيره لأن المصلحة في هذا من جهة الأصل أنشئ المسجد ليعبد الله عز وجل فيه فيوسع ويزال. وكذلك أيضا ما قالوا هذه الحجارة مسها النبي عليه الصلاة والسلام لنحتفظ بها تعظيما أو غير ذلك. ولهذا نقول إن المصالح العامة أولى من بقاء الآثار فإذا وجد أثر في موضع أو نحو ذلك فإنه يزال. والآثار في ذلك على نوعين: آثار لمعظم في أمر الدين فهذا يحتاط في ذلك ويزال ويتلف ويخفى كما كان السلف يصنعون ذلك. وأما من كان من أمر الدنيا للأب والجد وغير ذلك من بقايا أمورهم فهذا لا يعظم ولكن ينظر إليه للعبرة فهذا أمر آخر فاحتفاظ الإنسان به مما لا حرج فيه. نعم. السلام عليكم.